اما ما حطتنا التالية رح نفرض مساحة خاصة سالي للطفولة. هلا كنا عم نشوف انا وياك الاولاد مخلصين فحوصات، يعني قربت العطلة الصيفية وهذا الشيء كمان يعني الطفل بده مساحة حرة. اليوم بدنا نعرف شو هي الانشطة المفيدة الصيفية ان كانت عقلية او جسدية ضمن مساحتنا مع استشارية الطفولة المبكرة ورياض الاطفال رينا ايوب. يسعد صباحك يا رينا. يسعد صباحك. رمضان كريم. رمضان كريم، يسعد صباحكم. كيفك رينا؟ تمام. اهلا وسهلا فيك. يعني حكيت زينة عن جد كانوا هلا الاولاد خلصوا فحوص ويمكن بلشوا ها بلشت الحركه تطلع الطاقه. هلا الاهالي يعني ما كثير في منهم مبسوطين انه بدهم يعني يرجعوا هيك يأقلموا اولادهم على نمط معين، ومثل ما بنعرف الولد بده نشاطات دائما، فخلينا نحكي عن مفهوم النشاط الصيفي للاطفال هلا. يسعد صباحكم ورمضان كريم. نحكي عن النشاط الصيفي للاطفال ولا للاهالي؟ كيف بدنا نستغل الموضوع؟ تمام. استغلال الصيف بده يكون في مهاره بمزاوله الاهداف يلي بتخص الطفل مع مرادات او مسايره الاهالي، انه هن يقدروا يأقلموا امورهم، انه هذا الطفل موجود معهم بالبيت. في أنشطة مش شرط أنا ضلني متكلف ماديا، في أنشطة ممكن أعمله إياها بالبيت لهو يرتاح ويكون رايق ويفرغ طاقة، وكأهالي نحن نكون شوي رايقين، مو فورا نحس إنه في شيء جديد صار بالبيت، حركة دائمة، طاقة متجددة. في كثير أهداف فينا نزاولها للطفل ونحن عم نحاوره ممكن، أو نحن مستغلين وجوده معنا بالمنزل. صح. إذا ما كان عندي هاي الوقت أو هاي القدرة المادية اللي شوي مكلفة إني أطلع فيه لبرا، طبعا كثير بدي أهتم بجوانب بتخص مهاراته، بدي أحاول إني أستغل هاي العطلة وما أخليه ينسى أو يضيع بكل شيء مهارات دراسية أو معلومات أخذها بالوقت الفراغ، لأنه بعد أسبوع رح يصير في ملل، حتى عندهم بدهم يملوا. ما حاول كثير خليه مع الأجهزة الإلكترونية، وهلق رمضان وسلسلات وأشياء حلوة عم نعيشها بأجواء كتير لطيفة، بس تكون شوي مدروسة لحتى ما ننسى الجانب الثقافي والفني والمهني والتعليمي، عشان يضل في هذا التوازن وهذا ما يصير في اضطراب عند الطفل وعند الأهل طبعا. نعم. قبل الطفل. رينا، طيب شو الفرق بين لازم يكون موجود بالنشاط بيختلف عن الأنشطة الثانية؟ يعني كنتي عم تذكري نقطة مهمة إنه الطفل كمان خلال عام بحاجة لترفيه، تنمية مواهب، قدرات، مهارات، شيء بيحبه، ما يرجع على شيء اسمه دراسة دراسة دراسة، لازم يكون في بريك راحة لإله، شيء بخصه يعني نمي شيء بخصه. فخبرينا اليوم كيف هي تختار الأم أو الأب لطفلهم النشاط المناسب له؟ كثير من الاهالي بيخلطوا شوي بس بموضوع الصيفي، انه بصيروا كل شيء في نقص هالطفل، مثلا كان عنده نقص بمعلومات معينه يكبوها كب على الطفل وينسوا انه هو صيف. نعم. لاحظ هلا نزعت الاهالي محطوط معاهد دراسيه. تمام. اكثر ما انه معاهد تنميه قدرات. برافو عليك. انا بقول لهم كثير حلو انه الطفل ما ينسى المعلومات القيم اللي اخذها بالمدرسه ويضل في مراجعه مشان ما يصير في تراكمات من الكسل للدماغ، لكن خليها تكون عن طريق القسم الايمن والقسم الايسر يستنتج. القسم الايمن يعتمد على الموسيقى، على الهوايات من الرسم، من الألعاب الرياضية، ممكن من تفريغ الطاقة بأي أدوات إلكترونية هو بحبها أو مهنية، فك وتركيب، ممكن للبنات يكون في تطريز، حياكة. وأنا عم شغل القسم الأيمن فيني أخذ بضع وقت وحاول أنه يكون في شوية تعليم شوية مراجعة. أكيد أنا مو مع أنه طول الصيف نضلنا بالمهارات وبالهوايات وبننسى أولادنا. صحيح. طول نهارنا بالمسابح لنفترض أو بالأندية الرياضية أو ممكن الحدائق، ممكن الشوارع، ممكن المعاهد، كتير حلو. نعم. لكن لازم يكون في شوية ترتيب بالوقت ويكون في ضبط، بس لحتى ما ننسى الطفل بينسى. وأنا بقول لهم دائما المعلومة اللي ما بتتكرر للدماغ منسية، لأنه هو بهذا العمر هو بده ما عم يهتم كتير بالمعلومات التلقينية، عم بحاول كتير يفرغ بالمعلومات. صحيح. اللي هي لها علاقة بالقسم الأيمن. 100%. يعني رينا ايضا خلينا نحن نحكي عن الاهالي اللي بتحاول تخلي طفلها انه تملي له وقته، وهذا ما انه غلط، ولكن احيانا عم يضيع الطفل، يعني بخلص رياضه تاخده على الموسيقى، بخلص موسيقى في نوع موسيقى ثاني، ممكن تخلص موسيقى ثانيه ممكن يروح على الرياضه، يعني شغلات ورا بعضها.
حلو ايضا كمان ما نضيع الطفل، يعني الاهالي دائما من حبها لاطفالها بدها تعمل لهم كل شيء مع بعض، فقديش لازم لا نفصل نحن ليقدر ياخذ مساحته الولد؟ لازم بس شوي يكون عندنا ادراك بوعي الاشياء يلي حوالينا، انه في فرق بين الموهبه والهوايه، انا بحاول اني نمي له هواياته بالاشياء يلي بتفرض علي اوقات معينه مو تراكميه، او انه جاري عم يعمل كذا، او اطفال معينه فاتوا على اكثر من معهد، عندهم موسيقى، عندهم رياضه، عندهم انجليزي، عندهم لغه. هلا موضوع اللغه انا كثير بحبزه بالصيف لانه نحن ما عندنا لغه محكيه، فهو اللغه اذا ظلت مستمره ما بتنسى غير المعلومات الثانيه اللي ممكن نحن نتحاورها كثروه لغويه بحياتنا الطبيعيه، او كحساب ممكن نحن نتداوله بالبيع والشراء، لكن كلغه اذا ما ضل في تكرار للدماغ بالايقونه يلي مختصه باللغه ممكن شوي ينسى الطفل ويصير في كسل بهاي الايقونه. طبعا بس انه الفكره بالوقت الممتلئ دائما انا لا ما بحبزه. كثير حلو نعرف هوايه الطفل، وين هوايته، وين هو بيستمتع اكثر بتفريغ الطاقه، طبعا مع احترام دائره العقل يلي وين بعد بيفكر، مع احترام دائرة القلب، مشاعره، أنا ما أحاول أضغطه بمشاعر سلبية أو أفرض عليه قيود لأشياء أنا بحبها بدي إياها فيها. هذا الشيء اللي عم بيصير عنا بالأهالي، إنه الأم بتكون بتحب شيء محرومة منه مثلا، أو في شيء هي برأيها ممكن يحقق له كسب مادي لبعدين، صحيح، أو معرفة أكثر لبعدين، فبتحاول تلزم ابنها بمهارات هي بتستهويها، بيكون الطفل ما عندي هواية فيها أو موهبة. أنا بقول لهم بس حاولوا نعرف وين موهبة الطفل. الموهبة بتكون متفردة، ممكن عنده موهبة باللغة، ممكن عنده موهبة بالموسيقى، برياضة، أنا كتير ركز على موهبته ونمي له باقي الهوايات، لكن مو بشكل إلزامي. الموهبة هو لحاله رح يفرض حاله فيها ورح يحب حاله فيها، تمام، وباقي الهوايات ممكن هو يجرب، خليه يجرب. أنا بقول لهم كتير حلو الطفل يجرب لحتى تتعبى أيقونات دماغه، لحتى يكون مع الأيام شخصية بناءة، وين ما حكيتي أو شو ما حاولتي يكون عنده هاي المعلومة البسيطة عن أي مهارة، لكن في شيء هو بحبه وفي شيء ما بحبه. حاول نحترم رأيه أكيد ونقدر مواهبه، أهم شيء الموهبة نقدرها. وأنا مع الأهالي إنه معاهد نسجلهم، نضلنا مواكبين العلم، لأنه بالنهاية العلم هو تكرار بيعتمد على أيقونات تفتح، صحيح، دائما، بس مو بشكل مضغوط، لأنه هو فترة صيف، هي فترة استراحة، بس ما هي مو فترة عطلة. أنا بقول لهم هي استراحة للدماغ من تراكمات وقت معين، لكن هي مو عطلة تركين أولادنا على كيفهم، وبتجي الشتوية وبصير الولد بحس بهذا السجن، صحيح، يلي نحن رح نقيده فيه بالدراسة. نعم رينا، يعني خلينا نحكي بعض الأهالي مثل ما قلتي بيلزموا أولادهم حتى ما في مساحة فراغ للولد، يعني بيكون عنده مثلا حصة موسيقى، حصة رسم بشي معهد أو بيانو أو كذا، لو ما بيحبهم يعني مجبر انه يتعلمون لانه هيك الاهل بدهم، او لانه حدا من رفقاته او قرايبينه سجل هي الهوايه لازم هو يلتزم فيها. مساحه يعني بيرجع على البيت منهنه بس بده ينام، ما عنده مساحه فراغ. مساحه الفراغ اليوم لما الاهل يعطوها للطفل قد ايه مهمه، وخاصه بالعطله الصيفيه؟ كتير مهمة، كتير حلو انك ألقيت الضوء عليها، وتكون مساحة الفراغ بانه الام تقعد مع الطفل، مش انه انا مساحة فراغ واتركه. يعني هذا كمان هذا الغلط اللي عم بصير فينا، انه اوكي خلص بينام امتى ما بده، بفيق امتى ما بده، ما انا فاضت له. اذا بتحاول طبعا مع احترامي لكل الامهات، ضغط الحياة، ضغط العمل، الام العاملة، ضغط الظروف شوي اللي حوالينا، ما عم تحاول نخلق جو من الحوار بينه وبين اطفالنا، فجأة بنكبر. يعني هذا الشيء نحن صرنا حتى نحن كمدربين منعلم اشياء بتفاجئ فيها، انه فورا اولادك كبروا، فورا انت صرتي تقولي لا وايه بشكل حازم، لكن انت بالاصل ما كنتي مربيتيهم على هذا الشيء، بصيروا بحسوكي انك انت على عقليه شوي رجعيه، تمام. دائما انا بقول لهم دائما اولادنا اقوى مننا، يعني كل ماله الكون والطاقه بتتجدد، فدائما بيخلق هذا الجيل اقوى من الجيل القديم، مثل ما نحن في افكار ما كانت تعجبنا من اهالينا، هن في افكار ما عم تعجبهم منا، فانا بقول لهم ممكن احنا بعد الجيل اللي بعدنا ما يحب افكارنا، يعني احنا بنعتبر حالنا وصلنا لانه للطبر مثلا، لكن لا لا نحن مثقفين، نحن عالم مثلا تحررنا من قيود معينه، صح. يمكن الجيل اللي بعده يقول لنا انتم شو كنتوا عم تعملوا بهذا الوقت؟ ايه تمام، فانا مشان هيك بقول لهم انه انا لكون صح مع تربيتي مع اطفالي، او ليكون هذا المجتمع محترم الطفل، مشان الطفل بس يطلع يحترم ذاته قبل ما يحترم الاخرين، لازم نحن يكون في لغه حوار بيناتنا، صح. ما يكون في هذا الحزم يلي ايه ايه لا لا معك، يعني نحن امهات وبنحزم وبنحكي كثير بالتربيه وبالحضاره
وبالافكار الايجابيه، لكن باوقات معينه باللاوعي متصرف مثل امهاتنا. يعني بنرجع للجيل الماضي بقول لهم لا، الحوار هو اللي بيكسر هاي القواعد، نحاول نفهم هن شو بدهم لنحاول نوفق بين تفكيرنا وافكارنا وبين تفكيرهم وافكارهم وتمشي هاي الموكبه مثل ما نحن على مسير صح، يعني كهواي او كموهبه او كتعليم. بس الفكره اللي انا دائما بلقي الضوء عليها انه نحن نخلي اولادنا بعد ثلاث الصيف عم يدرسوا، صحيح ما يكون الوقت كثير طويل بس ما يترك الورقه والقلم، لانه هو ابداع. حتى الدراسه بتعطيكي ثقافه، وما ننسى ابدا الندوات، المحاضرات، اذا في مسارح ناخذ اطفالنا عليها، اذا ما في ندوات ومحاضرات والام والاب ما عندهم وقت كافي، اي قصه بتميل لرغباته مش لرغباتنا. يعني اي كاتب، اي كل طفل في عنده ايقونه مخفيه، في عنده نشاط فكري، في عنده تنميه معرفيه بدماغه، لكن نحن ما بنحاول نلقطع. ما افرض عليه قيود بكتب، ما افرض عليه كتب لادباء او شعراء هني ما بيستهون، لكن بده يكون في شيء بيستهوي. حاول اذا ما فيني احضره جانب ثقافي او فني، محاضره او ندوه، انه حاول جيب له هاي القصص او الكتب يلي شوي تروي. تمام، في اهالي ممكن، ما انا برجع بحكي انه لغه الحوار هي بتجنن بين الام او بين العائله والطفل، وما كثير حاول اني اضغطهم بالصيف، لانه هي بالنهايه فتره استراحه للدماغ، يعني بيعمل شوي هيك اكشن بين المعلومات القديمه والمعلومات الجديده عن طريق تشغيل القسم الايمن. نعم، يعني رين خلينا كمان هيك نعطي نصايح للامهات اللي عندها كمان شهادات، كيف ممكن تعطيهم مساحة فراغ حتى ما يصيب الملل حياتهم، وخاصة مثل ما قلنا من بعد سنة دراسية يعني صعب الدراسة فورا، كيف توازن بين انه بده اياه يكون مهتم بدراسته من الاوائل وبين العطلة الصيفية؟ يجيب طب طبعا، يا رب ان شاء الله كل الاطفال تجيب علامات عالية، لانه بتستاهل بعد كل هاي الضغوطات، بغض النظر اذا كانوا عم يدرسوا القدر الكافي او ما عم يدرسوا، شوي الظروف عم بتكون صعبة عليهم. وكثير حلو انه سن المراهقة نحن نحترمه، بجيل الشهادات عم بيكون في سن مراهقة، عم بيكون في نقلة نوعية لدوائر بين العقل والجسد والقلب والمشاعر والروح وكذا، عم تختلط الامور ببعضها عندهم، ما عم نقدر نخلق لهم جو شوي واسع من التفكير بانشطتهم، لانه الوقت ضيق عليهم كامتحانات، واجا شوي الكورونا وعطلت شوي المدارس فراح عليهم شويه اشياء. بدنا نحاول نحترمهم، نحترم ارائهم، وانا بقول لهم دائما الطفل دكتور بمستواه، يعني انا ما حجم الطفل لانك انت تجيب شهاده طب لانك تكون دكتور، انت باي عمل بتقوم فيه، باي نشاط، باي علامات جبتها، اذا هذا مستواك ابدع فيهم، كون بالمعهد يلي حتى لو بيكون معهد هو بالنسبه لك قليل، انت اثبت وجودك، ترك بصمه فيه، فانت بتثبت دكترتك او ثقافتك فيه، اكثر من ان انا اكون بس بدي اجيب علامات طب وما عندي هدف او غايه لبعدين. طبعا يا رب كل الاطفال تجيب كل شيء بتتمنى، ويا رب كل الاطفال تنجح، ونحاول شوي نراعي يعني سن المراهقة شوي صعب، وإن شاء الله يا رب منه للأعلى لكل الأطفال إن شاء الله. مع هالنصايح رينا يعني بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر أيضا المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، إن شاء الله مثل ما قلتي هيك الأهالي هن بيتمنوا أولادهم أحسن شيء بالكون، فإن شاء الله يكون أولادهم عند حسن ظنهم، ولكن بخطوات وإرشادات معينة. كل التوفيق لك. تسلمي لي، كلكم ذوق، شكرا لكم. شكرا رينا، ومثل ما قلتي بالنهايه يعني العطله الصيفيه هي ما أنا جلد للطفل، لا هي مساحه فراغ زائد تنميه مواهبه وقدرات. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه.